كابتن اسلام، كل التحيه ليك طبعا وكل مشاهدينا وجمهور النادي الاهلي. ابدا معاك طبعا كالعاده بتشكيل فريق النادي الاهلي في حراسه المرمى الشناوي، خط الظهر من اليمين للشمال احمد فتحي، ايمن اشرف، ياسر ابراهيم، علي معلول، في المنتصف حمدي فتحي، عمرو السوليه، على الاطراف حسين الشحات، رمضان صبحي، وفي الهجوم صالح جمعه ووليد ازارو. الاحتياطي الخاص بفريق النادي الاهلي شريف اكرامي، وليد سليمان، مروان محسن، حسام عاشور، رامي ربيعه، جونيور اجايي، وجيرالدو. زي ما بناكد وبنقول طبعا يمكن الامور كلها الحمد لله بتصب في مصلحه النادي الاهلي، الروح المعنويه مرتفعه بشكل كبير جدا، في تركيز كبير سواء في معسكر فريق النادي الاهلي في التدريب الاخير. بالفعل وصل الفريقين كالعاده قبل انطلاق المباراه يمكن باكثر كمان من ساعه ونصف حاله تركيز كبيره جدا لعيبه النادي الاهلي. كابتن اسلام بناكد عليها مباريات زي ما انت اتكلمت ونجومنا كمان في الاستوديو التحليلي بتتكلم اكثر من مباراه كاس، كمان محتاجه جديه واصرار وروح الفانيله الحمراء. بناكد على هذا الامر وشخصيه النادي الاهلي لان خلاص المرحله باذن الله تكون نهايتها سعيده للنادي الاهلي. كل مباراه ليها ظروف، كل مباراه ليها سيناريو مختلف، لكن في شغل بيبذل زي ما اكدنا قلنا من الجهاز الفني، كابتن يوسف، مستر مارتن، كابتن سامي، الجميع بصراحه. كل مباراه ليها حسابات مختلفه، مباراه فنيه هتكون على اعلى مستوى نظرا طبعا لكابتن حسام حسن المدير الفني لفريق النادي سموحه اللي بيملك اكيد من اللاعبين والخبرات ان تكون مباراه داخل المستطيل الاخضر فيها شغل فني كبير جدا. على ذكر ايضا كمان الشغل الفني، كل مباراه كل تمرين بيقوم بيه مستر مارتن لاسارتي تصحيح الاخطاء، وده امر مهم جدا، وجلسات منفرده مع اللاعبين. وليد ازارو كان يمكن في جلسه معاه مطوله، علي معلول ايضا كمان، صالح جمعه، كل هؤلاء اللاعبين في جلسات منفرده لان ممكن يبقى في تطبيق بشكل كبير جدا في التكتيك الخاص بمباراه اليوم. تابع طبعا الجهاز الفني، شرايط الفيديو، الملخصات الخاصه بنادي سموحه، ان شاء الله يكون الجهاز الفني قدر ان هو يقف على كل الامور، الثغرات ونقاط القوه والضعف لنادي سموحه، وان شاء الله باذن الله تكون مباراه جيده تليق بالنادي الاهلي يصعد بها للنقطه 70 ويتصدر جدول بطوله الدوري العام. اتفضل يا كابتن اسلام. لا انا بشكرك شكرا جزيلا يا كريم، ولو ان شاء الله في اي حاجه احنا معاك موجودين. وزي ما كريم احمد زميلنا من ملعب المباراه قال لنا على تشكيل النادي الاهلي، لو سمحت يا سمير لو سمحت حط لنا على الشاشه تشكيل النادي الاهلي.